فتحت الأبواب فاهتزت القاعة لتعلن عن نهاية سنوات من الانتظار، ليعانق المخرج بشير دراسي جمهوره من خلال أول عرض شرفي لفيلم البطل الشهيد العربي بن مهيدي. كلمات اختزلتها وزيرة الثقافة سوريا مولوجي بالحدث التاريخي الذي يعبر عن مآثر وبطولات أعظم ثورة في تاريخ البشرية. بحضور العرض الشرفي لفيلم العربي بن مهيدي، هذا الرجل الشخصية الفذة الذي صافح الموت بابتسامة، والذي قال في يوم من الأيام ألقوا بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب، وفعلا كان كذلك. فاليوم بعد طول انتظار كان العرض واستمتع به الجمهور كثيرا، ونتمنى أن يكون توزيع لهذا العرض إن شاء الله في أقرب الفرص على جميع قاعات السينما في الجزائر وخارج الجزائر. يعرض الفيلم تاعه في الجمهور تاع فيه كانوا 1500 قاعدين، كان واحد 100 واقفين وقاعدين في الجيسكالي. صدق اليوم الفيلم تعرض قدام 1700. لاحظنا باللي صفق في وسط الفيلم بليزيغ فوا، نسى تزغرت في وسط الفيلم. انا خلاص انا كيشت بيان سور، وكنت تصالحت مع اخت بن مهدي اللي كنا ما كناش ما كاش عندنا علاقه مليحه. مشاعر اختلطت بين الشعور بالفخر والاعتزاز بأرض مسقية بدماء رجال ضحوا من أجل أن نعيش هذه اللحظات. شيد الرئيس والسيناريو لعبد الكريم هلول. أخوة ذاتي وبعد بن مهدي، يا رب الحقني برحمتك الأخوة الطاعة وستهد زيغوت. مسؤولية تاريخية كانت ملقاة على من تقمصوا أدوار رجال الثورة. الخوف المسؤولية كانت، بصح الخدمة نساتني في الخوف. التمثيل شخصية معروفة ولا شخصية مش معروفة، عمل هو نفسه مسؤولية تقدر تكون مفترقة، بصح العمل والصعوبة والتخيل والتركيز يكون هو نفسه. كان عب يعني ثقيل جداً، وكان فخر لي أنه جسد يعني في نكون في قلب مجاهدة شهيدة كان عندها يا ربي 23-24 سنة وضحت وآمنت بالوطن. شرف وعب كبير لأنها مسؤولية مش حاجة سهلة. فيلم برعاية من وزارتي الثقافة والمجاهدين احتضنته أوبرا الجزائر بحضور رئيس مجلس الأمة وأعضاء من الحكومة وعائلة الشهيد العربي بن مهيدي. شكرا للمخرج القدير بشير الرئيس. ليكتمل المشهد التاريخي بحضور قياسي لجمهور أبى أن يفوت فرصة مشاهدة الفيلم في ذكرى استشهاد البطل العربي بن مهيدي. يربح ولما لعبها صح راح تالي.